السلام عليكم، أنا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. السفير الأمريكي بالرباط يؤكد أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه هو تطور طبيعي في المواقف الثابتة للإدارة الأمريكية. ومن العيون والطرفية نتابع إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية في مجال السكنة والتعمير وسياسة المدينة. وفي النشرة نرصد من غلينيم لحملة للتبرع بالدم من أجل مواجهة الخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية. أهلا بكم. مستهل النشرة بملف مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة. أجرى السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، وبحث المسؤولان العلاقات الثنائية ومواضيع أخرى تتعلق بالقضايا المتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الاثنين مباحثات عبر تقنيات الاتصال المرئي مع السيد أحمد عوض بن مبارك وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية. ذكر بلاغ للوزارة أن السيد بوريطة أعرب عن الأمل في أن تتمكن هذه الحكومة اليمنية من القيام بهمها في تحسين الظروف بما يخدم مصالح الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه. وبهذه المناسبة جدد الوزير اليمني موقف بلاده داعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي. أكد السفير الأمريكي ديفيد فيشر أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه هو تطور طبيعي في المواقف الثابتة للإدارة الأمريكية. كما أعرب الدبلوماسي الأمريكي عن فخره واعتزازه بالعمل في بلد وصفه بأنه واحد من أروع وأجمل البلدان، مذكرا بأن المملكة تعد أحد أهم وأقدم أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الشراكة الأمريكية المغربية تعد اليوم أقوى من أي وقت مضى ولا يمكن إلا أن تزداد قوة ورسوخا. تقري في الموضوع لعيد سرتي. السفير الأمريكي وهو على بعد أيام قليلة من انتهاء مهمته بالمملكة المغربية ألح على جرد أوجه التعاون المغربي الأمريكي في مجالات عديدة من خلال الشراكة المتجذرة في التاريخ، التعاون لمواجهة جائحة كوفيد 19 وتوقيع خارطة طريق في المجال الأمني تمتد على مدى 10 سنوات، والمشروع الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، وكذا مشروع القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة، ودعم صيانة الموروث الثقافي المغربي وقطاع التربية والتكوين وغيرها، كلها أوجه للتعاون المغربي الأمريكي. كما أنني فخور بدعم ميثاق مؤسسة تحدي الألفية مع المغرب بتمويل بلغ في مرحلته الثانية 750 مليون دولار، وهذه الشراكة تعزز الأمن العقاري وامتلاك العقار المغرب وتعليم لفائدة الأجيال المقبلة، وتقصد إضافة إلى ذلك منطقة صناعية جديدة. السفير الأمريكي أشار أيضا إلى التعاون المغربي الأمريكي في مجالات الفلاحة والصيد البحري والسياحة، منوها بالوتيرة التي يعرفها التبادل التجاري بين البلدين من خلال اتفاق التبادل الحر، حيث تضاعفت المبادلات 5 مرات. وعبر السفير الأمريكي عن اعتزازه كونه أول سفير أمريكي يزور الأقاليم الجنوبية للمملكة.
I'm also proud to be able to support the Millennium Challenge Corporation's 400. تولت الأحداث التاريخية هذا العام، ذلك أنني غدوت السفير الأمريكي الأول الذي يزور الصحة المغربية. عملت الحكومة الأمريكية على إعادة رسم الخريطة المغربية في حدودها الحقيقية، وقد تشرفت بالتوقيع على هذه الخريطة وإرسالها إلى جلالة الملك. وهنا أكد السفير الأمريكي أنه يكن كل الاحترام للمكانة الخاصة التي تحظى بها الصحراء المغربية في قلوب كافة المغاربة، وأنه يفكر بجد في شراء منزل بمدينة الداخلة. وفي السياق ذاته، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الشيلي بالإجماع نصا تعرب فيه ولأول مرة عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي الذي قادته المملكة باعتباره الحل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم قضية الصحراء المغربية. وتبنت اللجنة بالإجماع هذا النص الذي يتناول حصريا آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما إعلان الرئيس الأمريكي في 10 سبتمبر الماضي الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها. ووصفت اللجنة قرار الولايات المتحدة بأنه حدث تاريخي وكبير وله قوة قانونية وسياسية ومن شأنه التعزيز السلمي والتنمية. تنمويا، أشرفت اليوم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سيدة نزهة بوشارب مرفوقة بولجات العيون السقية الحمراء ورئيس مجلس الجهة والمنتخبين على عقد لقاء تواصلي وتنظيم زيارة ميدانية لعدد هام من المشاريع والأوراش التنموية. في المتابعة محمد المصطفى خيا وصالح رقيبي. أولى أنشطة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة صباح اليوم بمدينة العيون كانت بعقد لقاء تواصلي بمقر ولاية الجهة مع والي جهة العيون السقية الحمراء ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية. وضمن جدول أعمال هذا اللقاء عدد هام من المداخلات ركزت بالأساس حول التطور والنهضة العمرانية الهامة التي يشهدها إقليم العيون. وبالمناسبة وقعت اتفاقية للشراكة لتأهيل جماعة المرسى، جمعت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة العيون السقية الحمراء وجماعة المرسى وشركة التهيئة العمران للجنوب. كلفة هذه الاتفاقية بلغت نحو 30 مليون درهم. هي زيارة مجموعة من الأوراش اللي اشتغلت عليها الحكومات السابقة، برنامج متكامل فيه مجموعة من الشراكات ما بين الوزارة والوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لا مدن حضرية ولا جماعات قروية. وفي تثمينها هو عمل تقييمي لبرنامج عام شمولي في محاربة السكن اللايق اللي هي المخيمات ديال العيون، المخيمات ديال بوجدور، والبرنامج الكبير اللي كتحظى به مخيمات مدينة السمارة اللي هو في طور الانتهاء منه. وفي سياسة جديدة تقييمية واستباقية كيف قالت الوزيرة في اللقاء التواصلي اليوم، على أساس أنه هو تعاقد جديد بنظرة مستقبلية، يعني تقييم العمل النموذج التنموي اللي عطاه انطلاقته جلالة الملك ما بعده، كيفاش اللي تم المحافظة على هذه المرافق العمومية واستدراج برامج مندمجة ما بين يعني تطلعات الجماعات الترابية للتدبير وسياسة الوزارة الجديدة. إمضاء اتفاقيات شراكة ما بين جماعة المرسى وما بين وزارة الإعداد التراب الوطني بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم. هذه الشراكة تهدف إلى تهيئة بعض المناطق والأحياء السكنية القديمة بجماعة المرسى، وعلى سبيل المثال حي الوحدة، حي النهضة، حي المسيرة، وخاصة حي القديم بما يسمى ما يعرف حي كولومبيا اللي كيعرف واحد
اللي خاصه وقف على تهيئة شاملة ودخلنا في هذه الاتفاقية. وكما تبعتوا معنا في كلمة السيد الوالي وكلمة السيد الوزير على أساس أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم سيتم تخصيص تجزئة بجامعة المرسى خاصة بالشباب وخاصة بالمتجاوزين يعني تنفيذ رغباتهم ومتطلباتهم. اليوم طرقنا بالأساس للتدخل لشركة العمران الجنوب في إطار الشراكة مع الوزارة مع الفاعلين والمنتخبين الجهويين والمحليين بالأرقام على صعيد الجهة نجزات تقريبا 74,000 وحدة سكنية منها ما هو كم قضاء على السكن غير لائق وكذلك تأهيل الحضاري. هذه المشاريع كلها تقريبا ساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ديال الجهة ككل وحسب الظروف تقريبا العيش ديال ما يناهز 300,000 نسمة. استثمار اللي كان مهم في هذه الجهة كيفوق 4 مليار درهم. الآن جل المشاريع منتهية وكاين مشاريع اللي في طور إنجاز. وبذات المناسبة أشرف الوفد الرسمي يتقدمه كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووالي جهة العيون السقية الحمراء ورئيس الجهة على زيارة عدد هام من المشاريع والأوراش التنموية على مستوى مدينة 25 مارس الوفاق والوحدة والتي تندرج ضمن برنامج التأهيل الحضري للعيون الذي تشرف عليه جماعة العيون. الوفد الرسمي انتقل عقب ذلك لزيارة محج محمد السادس حيث وقف على ورش بناء مقر جديد للوكالة الحضرية للعيون مرفق هام ينتظر أن يرى النور برؤية حديثة مجهزة ومتطورة. كانت النقطة اللي تطرقنا لها احنا بصفتنا شريك أساسي في إنجاز واحد المشروع ديال التنمية الحضرية جامعة العيون. هذا المشروع اللي تقريبا شارف على الانتهاء 91% ديالو، الأغلبية ديال المشاريع ديالو قيد الاستغلال، واليوم زرنا النقطة ديال ساحة عمر بن عبد العزيز تندرج ضمن هذا المشروع بواحد الغلاف المالي ديال 235 مليون ديال الدرهم، هم إنجاز مجموعة من الساحات القرب الساكنة بالإضافة لشغل الطرق بكل من حي الدويرات وحي 707. الورش ديال المشروع إنجاز ساحة على مساحة 3 هكتار بحي الوفاق اللي تندرج ضمن واحد الاتفاقية بشراكة مع وزارة السكنة وشركة العمران الجنوب وجامعة العيون، تيهم إنجاز الطرق مختلف أحياء ديال هذه الأحياء الشرقية الوفاق 25 مارس بالإضافة لشغل غرس النخيل الأغراس وإنجاز ديال 3 ساحات، ساحة على مستوى حي الوفاق وساحة 16 نوفمبر معروفة لدى الساكنة بالساحة البيضاء بالإضافة لساحة 25 مارس على مساحة 1 هكتار. زيارة هذا الورش تأتي في إطار الزيارة التواصلية التي تقوم بها السيدة وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل الوقوف على خطة الإقلاع في القطاع والتي تهم مجموعة من الأوراش الكبرى التي تم فتحها ويتعين استئنافها ويتعلق الأمر بالمساهمة المادية والعلمية في إعداد مخطط أو تصميم إعداد التراب الجهوي ثم التغطية الشاملة بوثائق التعمير التنمية القروية من خلال مجموعة المشاريع المندمجة على مستوى المراكز الصاعدة والتي ستستفيد منها المنطقة في المرحلة الأولى بأربع مراكز ثم 4 مراكز أخرى في المرحلة الثانية، التأهيل الحضري ثم يعني التصدي أو محاربة البناء الغير اللائق على مستوى ورش بناء مقر الجديد للوكالة الحضرية، فهو مشروع جد طموح تم انتظاره على ما يقرب 30 سنة، وهو مشروع يتواجد بالمحور الرئيسي للمدينة حج محمد السادس على مساحة 2800 متر مربع. على مدى 3 أيام تعطي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة نزهة بوشارب الانطلاقة الرسمية لعدد هام من المشاريع والأوراش التنموية على مستوى جهة العيون السقية الحمراء بأقاليمها العيون بوجدور سمارة وطرفايا، كما تتفقد مشاريع تندرج كلها في إطار المخطط التنموي لهذه الجهة. وحول هذا الموضوع كان الزميل محمد المصطفى خيا قد أجرى اتصالا أو لقاء مع سيدة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لنتابع.
إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء من هنا من مدينة العيون على هامش زيارة معالي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أهلا بك سيدة الوزيرة خلال هذا اللقاء على شاشة قناة العيون. أهلا وسهلا. إذن السيدة الوزيرة زرتم يوم أمس بوجدور، اليوم العيون وطرفيها، غدا السمارة بحول الله. إذن الأهداف بشكل عام سيدة الوزيرة اللي كتخاو من خلال هذه الزيارة هنا اليوم لجهة العيون ساق الحمراء؟ اولا هذه ثالث محطه ان شاء الله اللي هي مدينه العيون بعد بوجدور، وايضا قمنا بزياره للداخله. هذه الزياره داخله في اطار الجولات واللقاءات التواصليه اللي كنقوموا بها في جهات المملكه، لا سيما هذه الجهات ديال الاقاليم الجنوبيه، للتوقف على اهم الاوراش اللي كنقوموا بها لا من خلال السكن ولا من خلال التاهيل الحضاري. ثانيا اننا نشوفوا كيفاش نسرعوا الوتيره ديال الاشغال فيما يخص هذه البرامج. وثالثا ايضا هو لقاء تواصلي مع المنظومه المحليه باش نشوفوا ايضا كيفاش نحسنوا من المؤشرات والنجاعه ديال القطاع من خلال هذا التواصل، ومن خلال ايضا الاستماع للمطالب ديالهم، لا سيما بعد الجائحه. كما كتعرفوا الجائحه قلت من الاستثمار، واليوم احنا مطالبون كحكومه وايضا كقطاع اننا نزلوا على ارض الواقع التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو فيما يخص الاقلاع الاقتصادي. الجهه كتعرف واحد الحدث اللي هو جد مهم اللي هو الاعتراف ايضا بسياده المغرب على اراضيه الصحراويه، الحمد لله بفضل الحنكه والرؤيه المتبصره ديال سيدنا الله ينصرو. اليوم هذه الجهه غتعرف واحد الديناميه قويه، دونك حنا اليوم مطالبون اننا نواكبوا هذه الديناميه اللي غتعرفها هذه الجهه من خلال البرامج ديالنا اللي كنقوموا بها هنا، وايضا كتكميل للبرنامج التنموي الجديد اللي كتعرفوا الاقاليم الجنوبيه اللي الحمد لله عطى واحد الدفعه التنميه للاقاليم. واليوم احنا مطالبون اننا نزيدوا هاد التنميه ولا في هاد التنميه من البرامج ديالنا. إذن معي الوزير اليوم هنا بنديت كتوقفوا على مجموعة ديال المشاريع ديال التأهيل الحضري اللي تظافرت فيها بطبيعة الحال جهود ديال وزارتكم، مجالس منتخبة على صعيد إقليم العيون، مجلس جهة العيون الساق الحمراء، مجلس جماعي، مجالس منتخبة والقطاعات الحكومية. كيفاش السيد الوزير وقفتوا على الوضعية ديال برامج التأهيل الحضري اليوم على مستوى مدينة العيون؟ الحمد لله حنا جد مسرورين لأن كنشوفوا التقدم ديال هذه المشاريع، هي جد مهمة. رحنا تقريبا في الأشواط النهائية ديال البرنامج ككل، البرنامج السكني الجديد اللي هو الحمد لله شمل واحد دو بول اوربان، جوج ديال المحاور الحضاريه ولا الاقطاب الحضاريه، ثلاثه ديال الاقطاب الحضاريه. هاد ثلاثه الاقطاب الحضاريه هما طبعاً الحال كما كتشوفوا في تقدموا بزاف واستفدوا منهم اكثر من 27 ألف ديال الساكنة بواحد التكلفة اللي كتزيد على جوج ديال المليار ديال الدرهم اللي هي كتمولها الوزارة 100%. واليوم احنا متواجدين في هذا الورش اللي كتشوفوا ديال هذا الأقطاب القطب الحضاري باش كتكميل الاشغال اللي عرفوها هاد الاوراش من ناحيه ديال لي انفراستركتور دو باز اي لي زيكيبمون، التجهيزات الاساسيه اللي غتخلي هاد البول يكون اكثر جاذبيه، وان شاء الله غيكون في اقرب وقت واجد. كما كتشوفوا الاشغال راه هي مقدمه بزاف مزيان، وكنظن بان اليوم احنا في صدد اعداد واحد رؤيه جديده باش يكونوا هاد الاقطاب ايضا داعمه لهاد النقله ولا لهاد لا غولونس ايكونوميك اللي غتعرفها هاد الجهه. اذا معالي وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه، جزيل الشكر لك على هذا اللقاء الذي اخترت به وسط اخبار قناه العيون. الشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، الى اللقاء. زيارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لجهة العيون الساقية الحمراء تواصلت بإقليم طرفيها، حيث أشرفت مرفوقة بعامل الإقليم على إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بالإقليم. وفي المتابعة سناء بناوي وصالح الرقيبي.
أدخل الجنوبي لمدينة طرفاية مشروع من المشاريع التنموية المبرمجة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تستهدف تنمية المجال الحضري والقروي للأقاليم الجنوبية. تأهيل يسعى إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية لمدينة طرفاية عن طريق تفعيل أشغال التهيئة، وأيضا من خلال المساهمة بربطها بالطريق السريع. الوزارة على تواصل دائم مع المنظومة المحلية باش نحاولوا أننا نحسنوا المؤشرات ديالنا ونكونوا كنجاوبوا مع التوصيات ديال سيدنا الله ينصرو فيما يخص الإقلاع الاقتصادي، لا سيما البرامج اللي كتتعلق بالقطاع ديالنا اللي فيها جزء مهم عنده علاقة مع السكينة، اللي كيخص بالدرجة الأولى البرامج السكنية وأيضا برامج إعادة التأهيل. تأهيل المدخل الجنوبي لطرفاية بحيث أن هذا المدخل هو عنده علاقة مع الطريق السريع ديال طرفاية، وبالتالي غيخلي هذا المدخل الإعادة التأهيل ديالو ولا التأهيل ديالو غيخلي أن المدينة تكون عندها واحد المكانة اللي هي جد مهمة. اتفاقية ديال الدورة أيضا هي اتفاقية جد مهمة اللي غتشارك في إعادة التأهيل ديال الساكنة اللي غيستافدوا منها تقريبا واحد 1700 ديال السكان، وهي فيها واحد العديد من 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 لي كومبوزونت. كنظن بان هذيك الاتفاقيه غتخلي ان يكون توازن ما بين ما هو قروي وما هو ايضا حضري. هذه الاتفاقيه تهدف الى تدخل او تاهيل المدخل الجنوبي مدينة طرفاية من أجل الرفع من مكانة المدينة الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في ربطها بطريق سريع تيزنيت الداخلة المنجز في إطار برنامج التنمية المندمجة لأقاليم جهة العيون الساقية الحمراء. هذا البرنامج هذا هو ممول بكلفة إجمالية تقدر 75 مليون درهم، فيها 30 مليون درهم مساهمة ديال 30 مليون ديال درهم مساهمه الجامعه، ثم 15 مليون مساهمه ديال الوزاره، واللي غادي تكون مركزه فقط على المدخل الجنوبي للمدينه. اليوم لله الحمد جات الوزيره وعطات الانطلاقه ديال تهيئه المدخل الجنوبي لمدينه طرفاية اللي التكلفه الاجماليه ديالو تفوق 13 مليون ديال درهم، ممولة من طرف وزارة الإسكان وسياسة المدينة. هناك كذلك بعض المشاريع المهمة تدخل في إطار برنامج تأهيل حضري لهذه المدينة، من بينها تهيئة شارعين مهمين، شارع أبو بكر الصديق وشارع عمر بن الخطاب بتكلفة مالية تفوق 7 مليون ديال درهم. هناك أيضا مشروع مهم يدخل في إطار إعادة إسكان الدور الأيلة للسقوط بهذه المدينة، وتحويل الساكنة القديمة اللي كانت تسكن بالحي الشرقي إلى حي راقي مرموق جدا. تكلفة هذه الدور الأيلة للسقوط تفوق 30 مليون ديال درهم، هي في الحقيقة 60 مليون ديال درهم، 30 مليون مناصفة بين وزارة الإسكان وسياسة المدينة ثم وزارة الداخلية. جماعة الدورة ستستفيد أيضا من هذه المشاريع التي تهم تهيئة المجال العمراني والبنية التحتية، اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تهيئة مركز جماعة الدورة، وكذا تهيئة الشارع المحاذي للطريق السريع رقم 1 المتواجد بمركز جماعة الدورة من خلال أشغال الطرقات، تهيئة الأرصفة، تمديد وإحداث شبكة الإنارة العمومية، تهيئة المساحات الخضراء والتي ستنعكس إيجابا على الجماعة. تم توقيع الاتفاقية ما بين وزارة الإسكان وجماعة الدورة حول تهيئة جماعة الدورة بالشوارع ولزقة بمبلغ إجمالي قدره 17 مليون ديال الدرهم. مشاريع مبرمجة تنضاف إلى مشاريع منجزة عرفها إقليم طرفاية في السنوات الأخيرة، تمثلت في تكثيف العرض السكني في إطار برنامج السكن الجديد وبرنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة لتواكب المسار التنموي للجهة. في شأن البرلماني، شكلت مواضيع الطريق السريع تزنيت الداخلة ومشاريع تدبير المياه العادمة محور أسئلة لنواب برلمانيين عن الأقاليم الجنوبية، وذلك ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. تقرير في الموضوع لعياد سرتي.
النائب البرلماني مصطفى بيتاس عن فريق التجمع الدستوري تساءل حول موضوع تأهيل شبكات الصرف الصحي بمجموعة من مدن وأقاليم المملكة سيدي إفني نموذجا. عن التدابير المتخذة لتأهيل شبكات الصرف الصحي بمجموعة من مدن وأقاليم المملكة سيدي إفني نموذجا نسألكم السيد الوزير المحترم. وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة أكد في معرض جوابه أن الوزارة وضعت برنامجا وفق مقاربة تشاركية مع وزارات أخرى لمعالجة المياه العادمة، كما أنها قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بشبكات الصرف الصحي على صعيد إقليمي سيدي إفني. بالنسبة لسيدي إفني بسرعة، تطهير السائل سيدي إفني، المكتب الوطني نجز خلال سنة 2012 مشروع لتطهير السائل بالكلفة ديال 69 مليون ديال الدرهم، شمل ترميم شبكة التطهير على طول 7.5 كيلومتر من حي اللامريم، توسيع الشبكة على طول 10.5 كيلومتر منها 5 كيلومتر من حي المحيط التامحروشت، وضع 585 إيصالا فرديا، إنجاز 3 المحطات ديال الضخ، وضع قناة لتحويل المياه العادمة على مسافة 8.6 كيلومتر، إنجاز محطة لتطهير السائل بصبيب 1600 متر مكعب في اليوم بنظام أحواض الأكسدة. النائب البرلماني عبد الودود خربوش عن فريق التجمع الدستوري تساءل عن مآل تنفيذ مشروع الطريق السري زنيت الداخلة. سيد الوزير، عن مآل تنفيذ الطريق المزدوج بين تزنيت والداخلة نسائلكم، خاصة المقاطع ديال الرابطة بين تزنيت وقليميم وقليميم والطنطان. وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة استعرض في معرض جوابه مجموعة من المعطيات الرقمية بخصوص تقدم أشغال هذا المشروع. الطريق المزدوج 555 كيلومتر، المقطع ديال تيزنيت قلميم مسار جديد، الطريق المداري اللي غيدور على العيون فيه 7.2 كيلومتر وغيتضمن أطول جسر في المملكة المغربية اللي غيكون في 1680 مترو، غنمشيو تقريبا واحد 10 المليار ديال الدرهم، 21 مقاولة الأشغال، 15 مكتب دراسات، 10 المكاتب الطبوغرافية، 3 المختبرات المراقبة لجودة الأشغال، 2.5 مليون يوم عمل، 30 ألف يوم عمل مباشر سنوين بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنوين بعد الإنجاز. غنربحوا 4 ساعات بالنسبة للسيارات الخفيفة و3 ساعات بالنسبة للشاحنات. تقدم الإجمالي للأشغال حوالي 40%، الطريق السريع 42%، المنشآت الفنية 7%، التوسيع والتقوية 88%، تقدم حبسة بالجهة سوسمسة 69%، قلميم وادنون 26%، العيون الساقية الحمراء 37%، الداخلة والذهب 100%. وفي مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و761 حالة شفاء و35 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وتتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 9 حالات بجهة إقليميم وادنون، 7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، فيما تم تسجيل 5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. نرحل إلى الدخل، وبهدف تقديم التمويل والمواكبة التقنية للتجار والمقاولات الصغيرة من أجل تجاوز آثار جائحة كوفيد-19، وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدخل ودي الذهب ومجموعة بنكية اتفاقية للشراكة تروم تقديم قروض لهذه الفئات المهنية. تفاصيل رقعت بكر ديمي محمد يدنس. تتضمن هذه الاتفاقية الموقعة ما بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب ومجموعة التجار وفابانك ثلاث محاور. المحور الأول يتمثل في مواكبة فئة التجار من خلال تمويل مشاريعهم. المحور الثاني يتضمن المواكبة والتكوين عن طريق منصات رقمية ومنصات حضورية. أما المحور الثالث فيتعلق بتأمين فئة التجار. عقدت اليوم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدخل والذهب اتفاق شراكة بينها وبين مجموعة التجارة فابانك، هذا قصد تمويل المنتسبين ديال الغرفة
في قروض تنشأت على إطار جائحة كورونا والتي مستهم من ناحية اقتصادية ومست جميع معاملاتهم، والتجارة في بنك جات بمجموعة من العروض القيمة اللي يمكن لها تعطي واحد النفس لهذا المنتسبين ديال الغرفة وتحل المشاكل ديالهم كقروض انطلاقة وقروض رلونس. تهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى تنظيم العلاقة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدخل وديا الذهب وهذه المجموعة البنكية، وتحديد الشروط وكيفية التعاون والتشاور وتطوير المبادرات المشتركة وتوفير الحلول المالية لمواكبة التجار والمقاولات الصغيرة جدا. وقعنا اليوم هذه الاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة لجهة الدخل والذهب في إطار مواكبة الديناميكية اللي كتعرفها أقاليمنا الجنوبية، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة ديال كوفيد 19 والأثار السلبية اللي خلتها على الاقتصاد وخصوصا المقاولات الصغرى جدا والتجار. تساهم هذه الاتفاقية في تسهيل عمليات القروض بالنسبة لفئة التجار المهنيين والمقاولات الصغرى، بالإضافة إلى تخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على هذه المقاولات التجارية. اجتماعيا وفي مسعى لدعم مخزون بنك الدم بالمرافق الاستشفائية بقليميم، نظمت جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بشراكة مع مركز تحقن الدم حملة للتبرع بالدم. الحملة تفاعل معها عدد مهم من المواطنين، وفي المتابعة حفظ محضار عياد سرتي وجمال الخصاصي. في احترام تام للتدابير الوقائية للحماية من خطر تفشي وباء كوفيد 19، تنظم هذه الحملة التضامنية التي انضم إليها عدد من المتطوعين الذين لبوا نداء جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان من أجل التبرع بقطرات من الدم الكفيلة بإنقاذ أرواح بشرية في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية. حملة امتدت ليومين، وهي مبادرة تنزل بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم بقليميم. كمواطن جيت نلبي الدعوة للجمعية ديال السرطان باش نتبرع بالدم لصالح المرضى ديال السرطان وجاء المرضى الآخرين، ودعوة للجميع الناس باش يجيو إن شاء الله يتبرعوا بالدم للناس اللي محتاجين ليه، وهذا ما فيه غير الخير. جيت كمتبرعة لأن الحملة هذه مهمة جدا، لأن اللي نهضروا على قطرة الدم راها تنقذ مئات ومئات الأشخاص في الحياة ديالنا اليومية، وكنتمنى أن نكونوا إحنا بارمي الناس اللي كيشجعوهم. كنتمنى الناس أنهم يجيوا كل ما عطاو قطرة من الدم ديالهم كل ما كنقذوا الناس، والناس بزاف ديال الفئات. هذه الحملة التضامنية تنظم بعد أن دقت الدوائر الطبية ناقوس الخطر بسبب انخفاض منسوب احتياطي الدم بالمراكز الصحية بشكل غير مسبوق، وهو ما يتهدد أرواح عديد الحالات المرضية التي تبقى حياتها رهينة تأمين احتياجاتها من هذه المادة الحيوية. ننظم هذه الحملة في إطار يعني التبرع بالدم نظرا للحاجة لهذه المادة الحيوية بالنسبة لمرضى السرطان وكافة المرضى بالمستشفى الجهوي، ونطلب من جميع سكان جهة قليميم التبرع بهذه المادة نظرا للطلب المتزايد عليها، ونشكر كل من ساهم في هذه الحملة التي عرفت إقبالا مهم. حملة تضامنية تفاعل معها عدد كبير من المتطوعين من سكنة المدينة، وهو ما يجسد روح التكافل والتضامن المترسخة في كيان المغاربة كافة. حملة تنضاف إلى سلسلة من المبادرات المماثلة التي تنخرط فيها النسيج المدني المحلي سعيا لتعزيز مخزون بنك الدم بالمنطقة. في الخبر الرياضي للنشرة، نظمت بالزاكا الجمعية الرياضية أشبال الصحراء لكرة القدم بشركة مع عصبة قليميم ودنون لكرة القدم والمديرية الإقليمية للتعليم بأس الزاك ومديرية الشباب والرياضة عملية للتنقيب عن المواهب والطاقات الواعدة في عدد من الأصناف الرياضية. روبورتاج حفظ محضار عياد سرتي ومحمود شراكي.
داخل أسوار هذه المؤسسة عملية موسعة للتنقيب عن المواهب والطاقات الرياضية الواعدة تطلقها الجمعية الرياضية أشبال الصحراء لكرة القدم بالزاك بشراكة مع عصبة قليمي موادنون لكرة القدم والمديرية الإقليمية للتعليم وكذا مديرية الشباب والرياضة. عملية تتوخى الكشف عن مقدرات هذه الفئة العمرية في أفق صقل مواهبها وتأهيلها لتمثيل المحل وكذا الإقليم وأيضا الجهوي في عديد المنافسات الرياضية. مهرجان رياضي بامتياز، هو يعني الهدف من خلاله هو إحياء الروح الرياضية لدى فلذات أكبادنا اللي هما تلاميذ، اللي من خلال النشاط هذا اليوم لاحظنا بأنهم في أمس الحاجة لمثل هذه النشاطات بطبيعة الحال من أجل التنقيب على المواهب. كيف كان عرفوا على أنها الرياضة المدرسية هي منبع يعني منبع عميق للتنقيب عن المواهب، واللي من خلاله كيتم يعني الاكتشاف يعني أبرز الأبطال اللي ربما مستقبلا إن شاء الله يمثلوا الجهة ولما لا يمثلوا المملكة ككل على مستوى الوطني وعلى مستوى العالم. مهرجان خاصة الفئة العمرية ويتو ودوز، والنشاط أيضا ديال التنقيب عن المواهب اللي خاص مولي أيضا الفئة العمرية وطريزو الأوديسات، هاد الأنشطة تدخل في إطار البرنامج ديال الإدارة التقنية. ومن هذا المنبر نود أن نشكر جميع الفاعلين الرياضيين اللي شاركونا هذا النشاط هذا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. تقديم الفريق والذي يمارس في البطولة الشرفية لجهة قلميم وادنوم، كما تم كذلك تقديم نشاط افتتاح معرض الذاكرة الوطنية والمنظم كذلك على هامش هذا اللقاء بمناسبة 11 ذكرى 11 يناير. عملية يشرف عليها عدد من الكوادر والأطر التي لها وزنها وحضورها في الحقل الرياضي بالمنطقة، أطر حرصت على اكتشاف ما تزخر به المنطقة من طاقات ومواهب ستكون لها كلمتها مستقبلا في عديد الأصناف الرياضية التي لها شعبيتها بهذه المنطقة. درنا بزاف الأنشطة ولعبنا كرة وجرينا مع صحابي وجريت مع صحاباتي. أشكر هذه الجمعيات التي قدمت هذه الألعاب الجميلة التي استمتعت فيها وأنا وأصدقائي. فرحة لأنني لعبت مع أصدقائي العديد من الألعاب مثل كرة القدم والجري والقفز، وأتمنى أن هذه الأنشطة تتكرر مرة أخرى. تظاهرة رياضية توجت بتقديم فريق أشبال الصحراء لكرة القدم حامل مشعل تمثيل حاضرة الزاك في المنافسات الكروية، والذي يتطلع إلى لعب أدوار طلائعية في مختلف البطولات الوطنية. جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير لسيد أحمد مسيريب لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ديفيد فيشر الاثنين بالرباط أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى أسس شراكة وثيقة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال فيشر في ندوة صحفية: أود أن أشكر جلالة الملك على الأسس التي أرساها لقيادة الصداقة الأمريكية المغربية نحو شراكة وثيقة جدا. وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن فخره واعتزازه بالعمل في بلد وصفه بأنه واحد من أروع وأجمل البلدان والأكثر مضيافا في العالم، مذكرا بأن المملكة تعد فضلا عن ذلك أحد أهم وأقدم أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. أعرب فيشر عن ارتياحه لمستقبل الشراكة الأمريكية المغربية التي تعد اليوم أقوى من أي وقت مضى ولا يمكن إلا أن تزداد قوة ورسوخا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستكون بين أيادي أمينة. وأكد فيشر أن العلاقات الثنائية ستنمو وتزدهر كما كان عليه الأمر خلال أكثر من قرنين من الزمن.
صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت: أكد وزير خارجية جزر القمر ظهير ذو الكمال أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة هو الحل الوحيد الناجع والذي يحظى بالمصداقية من أجل تسوية النزاع في الصحراء المغربية وضمان أمن واستقرار المنطقة. وقال رئيس الدبلوماسية القمري في تصريح صحفي عقب مشاركته في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية: نريد تهنئة المغرب وتشجيعه على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها والتي نعتقد أنها الحل الوحيد الناجع والذي يحظى بالمصداقية لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة. صحيفة جود الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: وجه السياسي الألماني رئيس المجموعة الدولية للدعم الصحراوي والمشكل والسلام بيدرو ألتامينارو رسالة مستعجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الاثنين، وطالب رئيس المجموعة الدولية لدعم الصحراويين ولم الشمل والسلام بيدرو ألتامينارو في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوجوب التدخل العاجل لدى جبهة البوليساريو قصد العودة لاتفاق وقف إطلاق النار. رئيس المجموعة الدولية عن استيائه جراء رفض جبهة البوليساريو القبول بمقترح الحكم الذاتي الذي يضمن هويتهم الوطنية والثقافية. واستهجن السياسي الإسباني في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة استغلال واستخدام جبهة البوليساريو للأطفال الصغار والمراهقين للتدريب العسكري، واصفا الأمر بغير المقبول والذي يعد انتهاكا لحقوق الأطفال المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة. صحيفة بان اليوم كتبت عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: جدد وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني يوم الجمعة الأخير التأكيد على دعم بلاده لموقف المغرب في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وقال الزياني في تصريح له على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي نظم عبر تقنية التواصل عن بعد بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وعرف مشاركة 40 لجنة من بينها 27 ممثلة على المستوى الوزاري. إن مملكة البحرين أكدت دائما تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة وساندت موقفها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المختار والعبد العالي والرويبة حن عمر يناهي 76 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة مجاط. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أحمد سالم والمبارك والمحمد والعالي الشيهب عن عمر يناهي 63 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة إزرقيين. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة السيدة منت الغلاوي عن عمر يناهي 86 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة سيد حسين جورن. الفقيدة هي والدة السيد سويلم بوشعاب العامل السابق لإقليم تيزنيت. وبهذا المصاب الجلال تتقدم أسرة القناة بحر التعازي إلى السيد سويلم بوشعاب وإلى كافة أسرة الفقيدة. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سالكة زواني من تعلوات عن سن تناهي 60 سنة، الفقيدة تنتمي لقبيلة سيد الحسن أيت يحيى. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بتوقعات الجوية المنتظرة ل 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المنتظر أن تبقى الأجواء مستقرة مع احتمال هبوب زوابع رملية بالمنطقة. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 17 درجة بالرباط.
19 درجة بسيدي إفني، 21 درجة بكل من قليميم وزاك، 20 درجة بأسا، 22 درجة بطنطان وسمر، 24 درجة بطرفاي، 25 درجة بكل من العيون وبجدور، و23 درجة ببكرة. كما وصلت درجة الحرارة إلى 21 درجة بقلت زمورتي، 22 درجة بمضريقة، 20 درجة بالداخلة، 24 درجة بأسرد، و29 درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان لا هائج على طول الساحل الأطلسي. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 8 صباحا و47 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و18 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 30 درجة بنوادي بونواكشوط، 26 درجة بأطار، 34 درجة بكي هيدي وبماكو، 21 درجة بزويرات، 18 درجة بتودني والرابوني، و16 درجة بتندوف. وقبل ختام هذا تذكير بالعناوين. السفير الأمريكي بالرباط يؤكد أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه هو تطور طبيعي في المواقف الثابتة للإدارة الأمريكية. وتابعنا من العيون والطرفية إعطاء الانطلاق لعدد من المشاريع التنموية في مجال السكنة والتعمير وسياسة المدينة. وتابعنا من قليميم حملة للتبرع بالدم من أجل مواجهة الخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.